وزارة الثقافة انطلقت فعاليات الملتقى المعرفي الأول للأكاديميين السوريين تحت عنوان رسالة الجامعة في الحياة الثقافية والاجتماعية، بحضور فعاليات رسمية وطلابية وعدد من الأكاديميين السوريين، وذلك في المركز الثقافي بمحافظة طرطوس. يعتبر هذا الملتقى الثقافي الأول للأكاديميين السوريين. طبعا جاء هذا الملتقى بتوجيه من الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة بأن تنطلق الوزارة للتشابك والتشاركية مع المؤسسات الثقافية والعلمية الموجودة بسوريا، وها نحن نشاهد مشاركة وزارة الثقافة ودعمها لهذا الملتقى. هذا الملتقى يأتي إيمانا منا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره من أجدى وأنجع الاستثمارات، فكان هذا الملتقى الذي حمل المعرفة اسما وربطها بالمجتمع ضرورة. طبعا أهم شيء في هذا المؤتمر أنه يربط الجامعة بالمجتمع. طبعا الجامعة هي الرافعة الأولى لهذا الوطن حقيقة. تضمنت فعاليات الملتقى معرضا علميا شمل عددا من الكتب العلمية والثقافية والجلسات الحوارية حول البحث العلمي وأهمية الدور الريادي للجامعة في الحياة الاجتماعية. شارك فيها نخبة من الأكاديميين من مختلف المحافظات السورية، كما قدمت فرقة كوريا الحنين حفلا فنيا بعنوان حب بلادي بيجمعنا. الجامعات في الخارج دائما مراكز بحثية تهتم بدرجة أولى ببحث مشاكل المجتمع والعمل على حلها. اليوم هناك محاولة أولى، نأمل أن تستمر وأن تتطور بالاتجاه العلمي الكامل. الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو جمع المثقفين وعلاقتهم مع الجامعة لكي يتم تعاون فعال في المستقبل، لكي تكون النواة الحقيقية لثقافات المستقبلية أن تكون منبعها من الجامعة، وأن نتلقى الملاحظات الخاصة طرق تعلم الطلبة في الجامعات لكي نستفاد من الخبرات الموجودة لدى المثقفين. طبعا هو اهتماما من وزارة التعليم العالي وإيمانا منا بدور الجامعات في التنمية الاجتماعية والتنمية الثقافية وإعداد الكوادر البشرية الملائمة لحاجة المجتمع ضرورة، والتعاون الوثيق بين وزارة الثقافة والتعليم العالي هو يجسد هذه الحالة، الإيمان برسالة الجامعة ودورها في الحياة الاجتماعية والثقافية. هي رسالة من طلبة سوريا في الجامعات والمعاهد إلى كل العالم أن سوريا لطالما كانت أرضاً للفكر والإبداع وللحضارات الإنسانية.